حاجة بقى تخلي جهاز المناعة ده ينشط عشان يعرف الجاسوس اللي جاي من بره ده انه مش من الجسم البشري. التطعيم يعني هو ده اساس التطعيم، ان انا اعرفه بحاجة تبع الفيروس، وبالتالي يجي بعد كده لما يدخل يبقى عنده خبر ان ده بالمواصفات دي، لان هو بيتعرف. فكرة التطعيم قائمة على ايه يا دكتور؟ قايمة على جهاز المناعة. بمعنى ان انا اعرف جهاز المناعة زي ما هنشوف دلوقتي. تمام. على البروتينات. جهاز المناعة ده بيتكون من خلايا بنقول عليها النيت او موروثة وخلايا مكتسبة. الموروثة دي بتتعامل مع اي حد داخل بس ما تقدرش لوحدها. المكتسبة وتبعت رسالة للمكتسبة تنشطها، البروتين ده بتاع الفيروس ده والبروتين ده، يعني مثلا لو شفنا في الصورة دي هنا طب. عندنا السبايك بروتين، ادي بروتين، يبقى ده هيتكون عليه اجسام مضادة لوحده، وادي بروتين تاني الاخضر ده هيتكون اجسام مضادة، وده بروتين ثالث هيتكون اجسام، وده بروتين رابع. دولت اربعة بروتينات او اربعة انتجين جهاز المناعة يتعرف عليهم ويكون عليهم اجسام مضادة. تمام. ده بتاع الفيروس ده. ده الفيروس. التلقيح او التطعيم بيعمل الحكاية دي بقى عشان جهاز المناعة يتعرف على الفيروس. التلقيح يا اما ياخد الفيروس ده ميت زي التلقيح اللي هو السينوفاك. أيوة. أو سينوفارم. أو اللي هو بيتعمل عندنا في المصل اللقاح دلوقتي. الفيروس ميت محتوت، ودي طريقة تقليدية، وطريقة مثلا شل أطفال مجربة. أيوة. شل أطفال. فيروس ميت. فيروس ميت مالوش أي تأثيرات جانبية. لا مالوش أي تأثيرات. بيعمل بقى الدي ان ايه بتاع الفيروس ده يقوم يتعرف عليها البني آدم جهاز المناعة. هو مش عايز الدي ان ايه، هو عايز خلايا المناعة اللي هتعرف عليه تحديدا. خلايا المناعه. هنقول بتعرف ازاي. بس هو بيدمر الماده الوراثيه اللي جواه وبياخد الايه البروتينات ديت يقوم الجسم يتعرف عليها. طب ده السينوفارما او سينوفاك. في بقى جونسون وفي استرازينيكا وفي فايزر بيشتغلوا بنفس، وفي سبوتنيك بيشتغلوا بنفس الميكانيزم بتاع استرازينيكا وجونسون اند جونسون وسبوتنيك بياخدوا الدي ان ايه اللي بيصنع السبايك بروتين ويحملوه على فيروس اسمه ادينو فيروس. ده من بره. فيروس ثاني. الفيروس ده هيدخل يوصله للخلايا. طيب ايه ما اهمية الادينو فيروس ده؟ فيروس هم اتعاملوا معاه وشالوا منه كل ما يسبب المرض. وجابوا الادينو فيروس بتاع الشمبانزي. ليه مش بتاع الانسان؟ لان ممكن الانسان ده يكون جاله ادينو فيروس قبل كده. فالادينو فيروس او اللي هو المحمل ده اللي شايل الرسالة ديت هو داخل جهاز المناعة شافه هيدمره قبل ما يوصل ليودي الرسالة بتاعته. فمعمول ادينو فيروس بتاع الشمبانزي مش بتاعنا احنا. عشان ده وده الجسم بيعرفه وما بيدمروش؟ لا ما هو الجسم لسه ما عرفوش اساسا. اي ما هو ده فيروس بتاع الشمبانزي. ده كده يبقى كده لقاح خطير ده يا دكتور. ده لا ده يبقى شديد شويه يعني. ما هو عشان كده بيحصل منه شويه يعني شويه كده. سمعنا بيعمل جلطات وحاجات زي كده بيعمل يعني. هو وان كان قليل يعني لكن له تأثير. هو في جلطات ويقال انها يعني في بعض الدراسات 1/4 في الـ1000 وفي دراسه ثانيه قالت 4 في المليون وفي دراسه ثانيه قالت ان هم 10 في المليون ودراسات قالت 2 في المليون. بس هو ممكن تحصل جلطات طبعا. وارد. زي الفيروس نفسه الكورونا طبعًا. فيروس بيعمل جلطات. تمام. الامر لسه يخضع لبحوث وتجارب. بس هو المريض اللي خد الادويه ديت اللي خد الامصال ديت سواء السبوت احنا يعني استرازينيكا او حتى فايزر او جونسون عن جونسون في مرض ممكن يحصل بعد 4 لـ42 يوم اسمه ثرومبوزيس والثرومبوسيتوبينيا سيندروم. يعني تجلطات ونقص في الصفائح. الصفائح الدمويه. فالمريض لما خد اي من هذه اللقاحات ممكن يبقى في شويه تكسير في جسمه وشويه اعراض وتعب وشويه حراره مسموح بيها اول 24 لـ48 ساعه، بس ما تبقاش من اليوم الرابع لليوم الـ42. لو من اليوم الرابع لليوم الـ42 فيه اعراض، فيه الم في البطن، فيه الم في الصدر، فيه الم في الساق، فيه صداع، فيه زغلله، فيه حاجات من دي، يعمل صوره دم. لقينا صفايح قليله اقل من 150,000 اقل من الطبيعي بتاعها او اقل من البيز لاين بتاع العيان ده. ايوه احسنت. وهنعمل له كمان نشوف دوبلر، بنعمل نشوف هل في جلطات ولا حاجه على الرجل على الاماكن اللي فيها اشتباه. لان هو كمان بيحب يعني الجلطات اللي بتحصل بتبقى في اماكن معينه، يعني هو بيحب السيريبرال او الشرايين المخ بتاعه المخ او بتاعه البطن. يعمل جلطه في البطن؟
يعمل في المعدة. في في الأوردة بتاعت ال الشرايين المعدة ولا البلانكينج سيركيوليشن. مش في الرجل بس يعني. نعم ماشي. امال جلطة الرجل دي بتيجي ازاي؟ ما هي ممكن تيجي بس هو بيحب هو بيحب المخ والبطن والرئة. بقوله بيعمل مشكلة في الرئة برضو. لا انا بتكلم على ما بعد التلقيح. انما هو طبعا الكوفيد او الكورونا نفسها بتعمل جلطات في الرئة بنسبة عالية. ده فترة الخطورة لحد 42 يوم. بعد 42 يوم الدنيا تمام خلاص الحمد لله. الدراسات كلها يعني جمعوا الحالات اللي خدوا لان خد اللقاحات دي دلوقتي ملايين طبعا. هم بالدراسات الاحصائيه والوبائيه لقت ان هو دي الفتره اللي بيبقى فيها الكلام ده. يعني بعد 42 يوم غالبا اذا ما حصلش الحمد لله قدر خيرا واراد الله. ده هو كمان لانه بيكون اجسام مضاده ضد حاجه في الصفائح اسمها البي اف 4 او البليتليت فاكتور 4. فحتى هنا لو المريض اتشخص بده مش هنديله العلاج التجلط بس هنديله علاج التجلط واجسام مضاده للاجسام المضاده بتاعت الصفائح. عشان فمهم قوي الناس تبقى عارفه. هل ياخدوا علاج تجلط سيوله مثلا؟ الناس تاخد حبايه اسبرين لوحدها كده تنصح ولا لا تنصح؟ لا 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 تنصح. ما ينصحش طالما ما عندوش يعني ما عندوش مشاكل قبل كده. من قبل